احنا عملنا ندوة تأسيسية للإعلان على التأسيس نهار 9 أفريل 2016، دونك عندنا قريب العام توا. احنا حزب ليبرالي علماني، دونك ما بدأنا على الليبرالية العلمانية. مجموعة نتاع شباب عندنا من 18 سنة، الأكبر واحد فينا 38 سنة. وهذا سي ان شوا ولا؟ احنا في البداية كنا ان جروب دامي نتناقشوا، قلنا نعملوا حزب. لا لا مش هكاك، سي با اوسي سامبليست كو سا. لا لا لا، عندنا نفس المبادئ نفس الافكار نفس المرجعيات، وعندنا محبه للبلاد هذيا، وحبينا نكونوا فاعلين في عوض قاعدين كان نحكي ولا نبرو. دونك كيفاش نكونوا اكتيف؟ وانا شوازي دو فوندي ان بارتي كيما كيلكان كي شوازي دو فوندي اون اسوسيسيون. يعني شنو الاختلاف، سامحني يا زهر، شنو الاختلاف بيناتكم بينات برشا حزاب موجوده معناها ترفع شعار الليبراليه كمرجعيه اساسيه، مرجعيه فكريه اساسيه، وزاد كيف العلمانيه؟ لانه تقريبا فما اكثر من 20 حزب يرفعوا شعارات كما قلت انت، اما ما فما حتى حزب ليبرالي علماني بحق في تونس الا احنا. جو بو لافيرمي معناها هذايا. احنا نقول ما تعتبروش انه حزب افيق تونس اللي هو حزب ليبرالي علماني؟ لا. علاش؟ محافظ، احنا نحسوا في برشا اقتصاديا ماهوش ليبرالي كومبليتمون، في مواقفه الاجتماعيه ماهوش ليبرالي. احنا حزب ليبرالي علماني دون لو سونس اللي احنا مع علماني بالضبط عندكم انتم في علماني في حريه عندكم انتم اي احنا مع حريه الفرد، حريه تامه ومطلقه بشرط انها هي ما تمسش بحريه غيره فقط، سينو ما عندناش حتى حدود. هذا يكفي الدستور خاطر علمانيه تسدين اكثر من الحريات. فهمت العلمانية كمفهوم؟ يعني تقصد يعني العلمانية لا سيتي مفهوم فرنساوي تو في المانيا كله سيكولاريزم الدنيوية. اما باهي نمشيو بهذاك، هي في علاقة الدين بالسياسة عادة العلمانية. اما مش تحكي كان على الحريات واحيانا بالدولة. الاحزاب الكل معناها تربى الدولة والمؤسسات والدين. احنا فصل الدين عن دولة ترى دولة دينية، نحن في دولة دينية معناها. ثم بعض الفصول في الدستور اللي هي تخلينا نقولوا انه احنا دولة نعتمد شويه في تشريعاتنا على الدين، مثلا احنا ضد الفصل اللي يقول اللي الرئيس تونس لازم يكون مسلم في الدستور. بالنسبه لنا احنا هذا في نوع من الديسكريميناسيون معناها. لكن ما تراش هو يقولوا باغ اكزومبل يكون مسيحي يهودي وعنده دين اخر. اي بامبوخت دو مومون اللي هو مواطن تونسي. مش يطالبوا به تنكح الدستور. اي احنا على احنا المرجعيه. انتم خذيتوا تاشيره؟ اي خذينا تاشيره.